أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا تابعنا من أيام وبحالة من الفزع الشديد والحزن الشديد يعني وفاة الفنان الجميل الله يرحمه مصطفى درويش، واللي الفحوصات قالت إنه الوفاة جات نتيجة ضعف في عضلة القلب، وناس على السوشيال ميديا كانت متأثرة بشكل كبير جدا باللي حصل وما كانتش مصدقة اللي حصل، وإنه كان لسه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وكاتب إنه مش عارف ينام، والناس رد عليه والناس كانت مش مصدقة الخبر لحد ما أخوه أكد الخبر. طبعا ربنا يرحمه ويحسن إليه، وكمل الحاجات الحلوة اللي كان بيعملها في حياته واللي الناس ابتدت تتكلم عنها بعد رحيله بإذن الله تكون في ميزان حسناته. الحقيقة إنه ده ياخدنا لمسألة انتشار الأزمات القلبية المفاجأة في سن صغير. إحنا كنا معتادين إن إحنا نسمع الكلام ده عند كبار السن، بقالنا فترة كبيرة كل شوية نسمع في سن بدري أربعينات وثلاثينات عن أزمة قلبية وموت مفاجئ. ابتدى بقى ناس كتير تتكلم عن أسباب حدوث ده، يعني أكيد تعددت الأسباب والموت واحد، لكن إحنا بنتكلم عن إنه لو كان في حاجة غلط إحنا بنعملها في سلوك حياتنا، لو إحنا بنتكلم عن حد عنده اضطرابات نوم، فهل اضطرابات النوم ممكن تعمل أزمة قلبية وتموت؟ هنعرف من المتخصصين معانا دلوقتي على التليفون دكتور احمد البربري استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، واكيد حضرتك تابعت حاله الفزع الشديد اللي كانت موجوده في المجتمع المصري بوفاه الفنان مصطفى درويش على اثر ضعف في عضله القلب وازمه قلبيه، وده خلى الناس يعني بانتشار حالة الحزن والأسى على الفنان مصطفى درويش كمان يكون في حالة من الفزع لتكرر حدوث مسألة الأزمات القلبية في سن مبكر. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة مشاهدي برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا خالص العزاء لأسرة الفنان الجميل، وهو حضرتك الموت المفاجئ موجود طول عمره، بس هو دايما لما بيجي في حد مشهور شوية أو كده أو سن صغير أو رياضي أو كده بيحصل بعض الشيء من الضجة أو الخوف وكده. الموت عموما معناه أن يحصل توقف للدورة الدموية، وبالتالي ما بيبقى بنفقد علامات الحياة أو العلامات الحيوية زي النبض والضغط وكل العلامات الحيوية بتفقد بالموت. الموت طبعا ده شيء طبعا مكتوب علينا كلنا وكلنا هيحدث ده. الموت المفاجئ بقى تعريفه ان الموت بيحصل بطريقه غير متوقعه. الطريقه غير متوقعه او لما بنكتشف مرض ويموت المريض في نفس اليوم من المرض المكتشف. ما اشتكاش قبل كده. خلال 24 ساعه او كده. فهنا الحقيقه بنحب نقول ان هو اسباب الموت المفاجئ معظمها شريان تاجي اللي هي الذبحه. اللي هي الأزمة القلبية. طب هل نمط الحياة يا دكتور، علشان نوضح بس إن الموضوع للناس ونبسطه، نمط الحياة، التدخين، الناس اللي ما بتنامش كويس، عدم ممارسة الرياضة، هل ده يؤثر ولا لا يؤثر؟ يؤثر بالتأكيد. لما نقول إن الموت المفاجئ 80% من أسبابه بيبقى ذبحة أو جلطة في القلب غير مشخصة، فالذبحة والجلطة اللي في الشرايين التاجية دي أسبابها هو التدخين، وهي الاكل اللي هو الفاست فود والكوليسترول، وهو التوترات النفسيه، وهو الضغط الدم المرتفع، وهو السكر. فطبعا نمط الحياه بيفرق جدا جدا جدا. قله النوم دي بتبقى في توتر وبتزود الادرينالين وكده، وممكن تؤدي الى توقف مفاجئ في عضله القلب، والاغلب في التوقف المفاجئ زي ما اتفقنا جلطة القلب أو الهارت أتاك أو ودي حاجة تخوف يا دكتور أحمد، لأنه مرض اضطراب النوم هو مرض العصر دلوقتي عند الصغير والكبير، معظم الناس تعاني اضطرابات النوم. هو اضطرابات النوم فيها يعني كذا جزء الحقيقة، اللي هو في اضطرابات في النوم في أثناء النوم نفسه، ودي أكتر بتاع ما بتدخلش في النوم العميق يعني، متخصصين في اللي هو اضطرابات النوم اثناء النوم. وفي طبعا اللي هو حاجه زي الواحد مش جاي له نوم، الارق والتوترات وكده. فدول بالتالي طبعا بينصح ان الانسان ينام في الاوقات يعني بالليل ويصحى بالنهار وكده، ويقلل التوترات، واذا ما كانش قادر على كده بصوره عاديه ممكن يتجه لدكتور مختص في ذلك. اللي احنا ننصح بيه في هذا البرنامج ان هو ان احنا لازم نبقى عارفين ان الموت المفاجئ
بيبقى اكثر في اللي عندهم او اللي زي ما اتفقنا الشرايين التاجيه بتبقى اكثر في اللي عندهم سكر. فاللي عندهم سكر لازم يكشفوا على قلبهم بصوره دوريه، اللي عندهم ضغط دم لازم يكشف بصوره دوريه. هل في عوامل وراثيه بتلعب دور هنا يا دكتور؟ ايوه يا فندم مظبوط. الاسره اللي بيبقى فيها حد مات موت مفاجئ في سن صغير بيبدا يبقى فيه بيزود النسبه دي حدوثها في باقي افراد الاسره، وعشان كده اللي بيجي له موت مفاجئ في اسرته لازم يروح يكشف. هو حضرتك لو حضرتك زي ما بتقولي ان الفنان كان عنده ضعف عضله قلب ومات، ضعف عضله القلب في حد ذاته هو هل هو كان بيتعالج ولا كانش بيتعالج؟ ما ممكن ساعات الانسان بينكر المرض او ما بيحبش يروح للدكتور او كذا او كذا. واحد بيجي له وجع في صدره ومش عايز يتجه للدكتور عشان خايف من دكتور القلب او كذا، فلازم يبقى فيه فحص دوري، لازم يبقى فيه فحص دوري، ولازم يبقى فيه حياه صحيه سليمه. حياه صحيه سليمه هي ممارسه الرياضه، هي ان احنا نبطل تدخين، هي ان احنا ناكل اكل صحي. الاكل الصحي ده غالبا بيشتمل على الخضروات والفواكه الطازجه اكثر شيء، نبعد عن الاكل اللي هو الفاست فود، ان احنا نبقى يعني عندنا سلام نفسي او شيء ما شابه ذلك. الموت المفاجئ في الرياضيين يختلف بعض الشيء عن الموت المفاجئ اللي بنتكلم عليه. الموت المفاجئ في الرياضيين ساعات بيبقى في حاجه اسمها تضخم في عضله القلب، يبقى اعتلال تضخمي في عضله القلب، او التضخم في عضله القلب ده بيبقى يتسبب في توقف العضله اثناء ممارسه الرياضه، وبتحدث في لاعبي الكره او لاعبي أو حتى في ناس بيحصل لها كده في الجيم يا دكتور، وهم بيتمرنوا وبياخدوا مكملات غذائية يمكن هم جسمهم مش مستعد لده. خطيرة جدا، واللي هو التضخم في عضلة القلب عند الرياضيين لازم يفحص. يعني هو أصلا في دلوقتي علم أو جزء من علم القلب اسمه علم القلب الرياضي. علم القلب الرياضي ده بيهتم بيه اللي هو الناس اللي بتمارس رياضة بصورة احترافية. ما حتى في مصر هنا دلوقتي بقينا ما فيش حد بيمارس رياضه تبع اتحاد الكوره غير لما ياخد شهاده من الدكتور القلب معتمده بانه خالي من امراض القلب، ونسبه توقع ان هو ممكن يحدث ليه توقف مفاجئ في عضله القلب ولا، ودي بنشوفها في العالم. بس هو برضو طبعا احنا في مصر مواكبين هذا الامر في هذا التخصص، يعني عن طريق في اساتذتنا الاستاذ الدكتور حازم خميس ومعالي الوزير نفسه مهتمين بهذا الامر، ان في طب الطب القلب الرياضي. وده له دلوقتي مختصين، وفي المؤتمرات بيبقى ليهم زي جلسات علميه منفصله بهذا العلم. وده بيبقى طبعا هو مفزع جدا لما واحد صحته سليمه وبيجري وبيلعب وقوي وقوي البنيان ومره واحده قلبه يتوقف، ولو ما تلحقش يبقى كده يعني فقد حياته. فده طبعا بيبقى له منذرات وبيبقى له فحص دوري وبيبقى ليه فحوص بتتعمل واحد اثنين ثلاثه وكده. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد البربري استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا.